ممكن ازيد تحكمه بالليرز كمان بناء على الاوبشنات داخل اللير. انا لسه ما شرحتهاش وهشرحها في الدرس الصغير ده. عندي الليرز زي ما قلت لك، ممكن تهايد تقفل اللايرز كلها، وممكن تهايد اللايرز كلها من هنا، وممكن تقفل لاير واحدة، وممكن تهايد لاير واحدة. اوكي، طب انا عايز اقفل كل اللايرات دي ما عدا دي. حاجة من الاتنين، يا اما تقفل ده وتفتح دي كده، يا اما راجعي ما اعلم على اللاير دي وعامل كليك يمين واقول له لوك اذرز، يعني اقفل لي التانيين كلهم. كويس، ممكن كمان نفس الطريقة بالهايد، يبقى هايد اذرز، شيل كله او اعمل لي هايد للكل ما عدا دي. وممكن كمان بطريقة كمان، ممكن اعمل الت واضغط على اللير دي بناحية اللوك او الهايد. يعني ممكن انا دلوقتي ضاغط على الالت وداني ضاغط واروح جاي على اللوك هنا، اروح جاي ضاغط ضغطه بروح قافل لي كله، واروح ضاغط ضغطه كمان يفتح لي، او بضغط ضغطه هنا عند الهايت يخفي لي كل الليارات، ممكن ضغطه كمان يظهر لي كل الليارات. يبقى كده انا فهمت الشورت كات بتاعت الهايت واللوك. ممكن كمان امانج او اظبط الليارات بتاعتي، اجيب واحده فوق اجيب واحده تحت، ما عنديش اي مشكله. سايت نيم، خد بالك ان الليارات دايما حساسه قوي لمكانها. ازاي؟ يعني دلوقتي السايت نيم ده البي جي بتاعه اخفيه كده، يبقى ده البي جي بتاعه اللي تحت هنا، ما ينفعش اجيبه فوق السايت نيم. ليه؟ لان هو كده هيطلع فوق الكلمه، الكلمة تحت مش باينة، أنا عايز أظهر الكلمة يبقى سايت نيم فوق. يبقى أنا كده عرفت إزاي، وهكذا في كله. لو جيت مثلا على دي، دي المفروض إنها الشمس أو الجلو بتاع الشمس بتاعي. لو جيت وطلعته مثلا فوق الاليفنت او فوق الانيمالز، ده الفولدر بتاع الانيمالز، رحت كده حاطه فوقيه هيروح طالع لي فوق ايه الانيمالز. يبقى كده الانيمالز انا طلعت دي فوق دي، دي انا مش عايز دي. يبقى خد بالك من مكان الليارات عشان مهم جدا تقدر تمنج الليارات بالشكل ده. خلينا نتكلم عن البيست اند بليس من خلال اللايرز، والكوبي والبيست من خلال اللايرز. دلوقتي انا عندي لاير سايت نيم، ممكن اخدها كنترول اكس. اوكي، يبقى انا كده شلتها خالص ورحت جاي حاطط الماوس عادي واخترتها وقلت كنترول في. يبقى هنا انا كده عملت ايه، شلت الكلمه من اللاير دي وحطيتها في نفس اللاير بتاعت الباك جراوند. كنترول في دخلها لي على طول في الافتراضي بتاع الكابو البيست بتاع الفلاش في نص ايه مساحه العمل. لا انا مش عايز كده، انا عايز كنترول زد، عايز اعملها كنترول شيفت في او بيست من اديت بيست ان بليس، يعني حطها لي في مكانها بالظبط اللي انا شلتها منه، او كنترول شيفت في. يبقى انا عندي دلوقتي السايت نيم دي بقت لاير فاضيه، وده السايت نيم بي جي بقى الاثنين دول في لاير واحد. عندي واحد اوبجكت اثنين، ولو ضغطت على اللاير دي كلها كده بيظهر لي كل محتوياتها اللي هم ايه واحد اثنين. نفس الحكايه جراس، ماشي. يبقى الجرين جراس والجراس دول الاثنين دول مع بعض تقريبا ممكن احطهم في لير واحده، فاروح جاي الجرين جراس دي كنترول اكس، واروح جايب على الجراس دي كنترول شيفت في بيست ان
بليس. يبقى انا عندي 2 1 2 فاضيين طبعا بكنترول زي ما قلنا قبل كده، وتروح قايل ديليت. حاول يعني على قد ما تقدر تظبط لياراتك بحيث انها تكون مفيش حاجة ملهاش لازمة. يعني السايت نيم والبي جي لو انت مش هتحرك الاتنين دول، مش هتحرك الاوبجكت ده اللي هو www.freelearners.com، مش هتحركه، هتخليه كده ثابت خلاص، خلي الاتنين في لير واحدة مفيش مشكلة. انما لو هتحركهم ما ينفعش، لازم تفصل دي في لير ودي في لير عشان الحركة هتنزل على الاتنين. انت عايز لو عايز تحرك واحدة بس فيهم افصل الاتنين. layers، وبكده اكون غطيت الجزئية دي. وعشان اخش على الماسك لير، ازاي اعمل ماسك لير؟ الماسك لير دي حاجة بسيطة خالص. شوف يا سيدي، عندي مثلا دي، انا عايز حاجة واضحة، عايز فيل من دول مثلا، يعني القلبوزه ده حاجه عايز اعمل له ماسك لير. يعني ايه ماسك؟ انا بسمع الماسكات دي كتير. هقول مثلا بيج، زي ما اتفقنا لازم اسمي كل حاجه اليفانت، وعايز اخلي اعمل كده لوك اذرز، وعايز اخليها اللير دي ماسك لير. ازاي؟ لما اعمل الماسك لازم يبقى فيه عندي طبقتين او 2 layers، واحده ماسك والتانيه الاوبجكت. تمام؟ يعني انا على دلوقتي على البيج elephant دلوقتي عايز اعمل لها ماسك، بروح جاي اعمل نيو لاير فوقيها وهسميها ماسك. بعد ما بسميها ماسك بعمل كليك يمين او اقول له خلي دي ماسك. اوكي، ايه اللي حصل دلوقتي بالظبط؟ اتقلب الالوان بتاعتهم، وفي واحده هنا وفي واحده تحتها، والاتنين دول اتقفلوا مع بعض. ارجع تاني، هقفل دي واخلي الماسك ده هرسم له دايره. اكبر شويه الدايره، عايزها على الاليفانت بس. اوكي تمام، يبقى انا دلوقتي عندي الماسك دي فيها اوبجكت اللي هو الشيب ده اللي هو الدايره، وعندي البيج اليفانت، وهخلي دي ماسك دبل كليك يمين واقول له اعمل لي دي ماسك لير. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ عمل لي 2 خضر، واحدة زي بيكون كده عليها بوردر اسود، والتانية عادية خالص اللي هي عنصر من العناصر الماسك دي. لو انا عايز اشوف الماسك، طبعا هو بيختفي بمجرد ما هو يتعمل عليه انلوك بالطريقة دي. لو عايز اشوفه بعمل عليه انلوك، لوك وانلوك. اوكي بالشكل ده اشوف الماسك بتاعي واشوف الحاجة بتاعتي. طب انا لو جيت عملت تيست للموفي هلاقي الماسك، بلاش اخش التفاصيل دلوقتي، هخش على الماسكات في درس لوحده بالتفصيل الممل عشان الموضوع ده مهم. يبقى انا قدرت اعمل دلوقتي اللاير بتاعه الماسك. لو عايز اعمل ماسك تاني او اخش ادخل الماسك ده اللاير دي في جوه الماسكات مفيش اي مشكله. خلينا نشوف دي الاول، دي فيها ايه؟ دي فيها الزرافه. طيب الفيل الصغير خلينا في الفيل ده، الفيل ده هتسميه مثلا، وتروح جاي واخد اللير دي منزلها تحت، بتنزل لك جوه الماسك بالشكل ده. تمام، ممكن تطلعها فوق مفيش اي مشكله. احنا قلنا كل اللي هيفرق، كل اللي هيفرق معانا عشان دي مكان اللير، ان كان الفيل ده بص هو فوق اللير
فوق البيج إليفانت، فهو مغطي على البيج إليفانت. لو أنا جيت عملت كده يبقى البيج إليفانت فوقيه هو اللي هيظهر. أوكي، يبقى أنا عملت كده الماسك لير. فاضل حاجة بسيطة خالص، وهي إني إزاي أعمل الجايد لير. طبعا هنا مش باين لأن أنا هنزله ماسك، هنعرف الكلام ده بالتفصيل في درس الماسكات. الجايد لاير، خليني بقى اعمل لك جايد لايرز. مثلا خلينا نتكلم على الجايد لاير وازاي تعملها. هختار الفيل بتاعنا صاحبنا ده، وبعدين هشيل الماسك خالص من هنا، اوكي، هقول دي هسميها الجايد. الجايد ده بيبقى ليه علامة غريبة شوية غير الماسك والنيو لاير. بالمناسبة لو ضغطت دبل كليك على أي حاجة من دول، أي لاير من دول، ولو على الماسك اللي فات كنترول زد، لو ضغطت دبل كليك جوه على الماسك بقول لك شو اللي هي دي اللي هي علامة العين، ولا لوك اللي هي علامة القفل، ولا هتخليها نورمال، ولا هتخليها ماسك زي ما هي. طبعا هي ماسك فهخليها ماسك. فيو لير از اوتلاينز دي طبعا هوريها لك يا منين دلوقتي. فانت بتخليها بتحكم في البروبرتيز بتاعة اللير نفسها من هنا. اوكي، طيب ايه الالوان دي؟ الالوان دي عبارة عن، بس قبل ما اخش الجهاز عشان ايه اخش الجهاز على طول، دي لو عملت كده بتختار لك الاوت لاينز بتاع الفيل. بص الفيل لما اجي اعمله كده البيج اليفانت، اضغط الت واضغط عادي، بص ايه اللي حاصل. هنا الاوت لاينز بتاعته بس هو هي اللي ظهرت، يعني كأنه مرسوم خطوط. تمام، لو عايز اتحكم في لون الكلام ده كله، كلام اللي هو الاوت لاينز، دبل كليك هنا على الجزء ده وبقول له غير لي لون الاوت لاينز ده بحاجة تكون باينة شوية عشان هبقى شايف، تكون مثلا ازرق زي كده، بيظهر لي حاجة زي كده. اوكي، دبل كليك خلي لي الاوت لاينز الاحمر، يبقى انا بتقدر تظبط بيه لو انت حاطط رسمة معينة وبترسم عليها، فبتعمل الاوت لاينز دي عشان تقدر تشوف ايه الرسمة منين من الاوت لاينز بتاعك، وتقدر تعدل على الاوت لاينز براحتك زي ما انت عايز. اخش بقى على الجايد، افك دي خالص، يبقى ده يبقى كليك يمين واعلم على الماسك، يعني ما خليهوش ماسك، واخلي دي مثلا جايد، وبقول له كليك يمين خليها لي جايد. اوكي، او دبل كليك وبقول له دي نورمال، بقول لك ايه نورمال ولا ماسك ولا فولدر ولا جايد، عايز تعملها ايه؟ اقول له جايد، وغير لي اللون بتاعها لأسود ومنيل بس. اوكي، يبقى ده الجايد بتاعي. يبقى انا عملت جايد زي كده، دي بتبقى بس العلامة. انا عايز اوري لك بس الجايد الفرق بينها بين الجايد والماسك على الليارات. يبقى علامتها عامل زي شاكوش او مطرقة كده، بتبقى باينة داخل اللير بالشكل ده. طبعا ممكن الاقي الاوت لاينز هنا وممكن اتحكم فيه، اهو الجايد بتاعي اهو ما فيهوش اي مشكله، بتحكم فيه زي ما انا عايز. يبقى ده الاوت لاينز انا لسه كنت بقول عليه. لو انا جيت عملت كده بلاقي الشيب بتاعي بالشكل ده، وده كان الجايد داخل فلاش. حاجه فنيه قوي الجايد داخل فلاش. لو انا عامل صوره، يعني انا ممكن دلوقتي
بس عشان ما سيبش حاجة في ملف غير ده خالص. هسيب ده واقفله واعمل واحد تاني اكشن سكريبت 3 واخلي مساحة العمل 700 مثلا. عايز استورد صورة هنا واشوف موضوع الجايد ايه، حاجة فنية بس مهمة اوي. امبورت تو ستيج واجيب اي صورة، يا رب الاقي صور. هاخد الصورة دي واقول له اوبن، بيظهر لي الكفر بتاع مجموعة الادوبي كرييتيف سيوت ماستر كوليكشن. طيب انا عايز اعمل دي بنظام الجايد. اوكي، يبقى اسمي دي جايد، وهنا هحط الحاجة بتاعتي. بص بقى، انا لما باجي اعمل تيست للموفي من كنترول وتيست للموفي كده بيظهر لي مساحة الملف بتاعي كام، 727.2 كيلو بايت. طب انا لو جيت عملته بنظام الجايد ايه اللي هيحصل؟ جيت عملت دايرة وجيت مربع على قد الشكل كله، اخلينا على الاوت لاينز. هخليني مثلا عامل حاجة زي كده، تمام. عايز اخلي اللير دي جايد مش صورة كده، تمام. احنا فاكرين المساحة كانت 27.2 كيلو، فمجرد ما اعمل دي جايد، الفلاش عملها لي جايد، ما بقاش يقراها صورة، فبقيت لو عملت تيست الموفي بلاقيها كام، 607 بايت، يعني مش محصلة كيلو واحد، فرق رهيب. اوكي، دي بس حاجة كنت عايز اقولها لك عشان هتنفعك برضو في الشغل لو انت عايز تقلل المساحات، لو انت بتعمل بابلش للويب سايت بتاعك او المشروع بتاعك. ليه؟ لان طبعا زي ما فهمنا ان الفلاش متخصص في الويبات، اي حاجة عرض على الويب، كرتون، اعلانات، ويب سايت، الكلام ده كله ينفعني جدا وانت بتعمل بابلش. انا دايما بدقق لو كيلو واحد اقل يبقى احسن، طبعا بالنظام ده هيبقى احسن بكتير جدا، مفيش مقارنة. السلام عليكم.